للمرة الثالثة يقف تلاميذ أولى بكالوريا أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مطالبين بتصحيح الامتحانات الجهوية وكذا امتحانات البكالوريا، كما هو الحال في باقي الأكاديميات الجهوية التي وافقت على تصحيح الامتحانات. المرة الأولى النيابة قال لك واحد ديكالا سميتو لو با، كل واحد واخد النقطة ديال اللي قدامه، قالنا سيروا للأكاديمي، مشينا للأكاديمي دفعنا نقاطنا، فاش دفعنا النقاط خرجوا لنا الغولفي دنوت بحال النقاط اللي خدينا في الأولاني، النقاط ديالتي اللي دفعت لهم في النتيجة هما اللي عاودوا رجعوا لي في الغولفي دنوت، فاش دخلنا الإدارة قال لنا راه في الأخبار داس بلي غيتعاود التصحيح، تعاود التصحيح في الريجيون ديال الرباط، وهنا ما بغاوش يعاودوا لنا التصحيح، رئيس الامتحانات قال لنا ما يمكنش، بحال كاينة دولة وسط دولة، اللي سي كامل جا فرونسي 3:30، ما صحوش فرونسي، بحال جيتي تكتب جبتي 3:30 3:30 3:30، انت جاي في الشهاوي 7 وباغي تضرب الباك وباغي تجيب 6:17 باش تدخل تتبحال الناس دير مهندس دير طبيب ما ديرهاش، هما الناس اللي لبس عليهم راه داروها، اللي لبس عليها دخلوها دو بريفي، حنا ولاد الشعب كتجيب 7 في الجهاوي غتجيب 8 في باطاني مع شنو غتسخط. قال لك هاد لي نوت ماشي ديولة، هاد النقاط السميه ديالها والنقاط فيهم شي حاجه، قال لك هاد الشيء خاص تكون اعاده النظر في هاد الشيء، راه هاد الشيء ودري 4 ايام وهي مع كوما، والله العظيم دابا تصدمات ليا ملي كان بغيت ندوي ما كدويش معايا ما كدويش، مرض والله مرض يا اختي مرض، ما مصحيش ولادنا، حنا بغينا كلشي عباد الله يشوفوا هذه الحاله اللي طاريه فينا، واش هاد الدراري ما كانوش كيقراو؟ علاش هذاك اللي جايب واحد في الجهاوي نجح؟ علاش؟ علاش جايبين ثلاثة في الجهاوي نجح؟ علاش؟ علاش؟ واش ولادهم في النيابة؟ باباتهم في النيابة؟ ولا في الأكاديمية؟ حنا ما عندنا حتى واحد، عندنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصرح التلاميذ بأن رئيس المصلحة أقدم على طردهم بعد مطالبتهم بإعادة النظر وتصحيح أوراقهم، رافضين تسديد مبلغ 300 درهم مقابل تصحيح أوراقهم. جيت البارح عاوتاني جيت اليوم، جيت بغيت نشوف النقاط ديالي، أنا اختصاصي علوم فيزيائية وغادي نلقى 5.5 في الفيزيك، النقاط ديالي ماشي هما هادوك، ما يمكنش هاد الشيء، حنا علوم ولقاو في العلوم ناقصين بزاف. ما يمكنش هادشي، علاش مضيعينا في النقاط؟ بغي ندير اعاده تصحيح قال لي سير حتى شهر 9. رئيس المصلحه لداخل ملي مشينا عنده قلنا له اعاده تصحيح شنو قال لك؟ قال لك لا ما كايناش هاد اعاده تصحيح في المغرب كله، قال لك ما كايناش، ودابا كيقول لك الا بغيتي دير اعاده تصحيح 300 درهم الورقه باش يصحوا لك انت ورقتك ديالك، الا قال لك الا قال لك الا بغيتي يعاودوا يصحوا لك ورقتك 300 درهم لافيل وحده غير وحده، يصحوا لك 300 درهم باش انت تاخذي نقاطك الاصليين، الا ما بغيتيش كيديروا لك اعاده تجميع النقاط كيطلعوا لك على وراقك وكيعطيوك صافي، يعني يا تخلص وتاخذ نقاطك وما تضيعش، الا ما خلصتيش غتضيع. واصبح حلم تلاميذ اولى بكالوريا تصحيح امتحاناتهم لتحقيق العدل والمساواه. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.